يعطيكم العافية وأهلا فيكم في برنامج ريست. التمرين اللي بسويه اليوم يفيد الشباب بالذات فئة المراهقين اللي الحين عندهم عطلة ووايد يركزون على هواياتهم، بالذات منهم لاعبين الكرة. الفترة الأخيرة احنا ندري الكرة هي أكثر لعبة شعبية موجودة عندنا، فأغلب الشباب حتى لو ما اكتشف هوايته بلعبة ثانية راح تلاقيه يلعب كرة. أما أنا اليوم بتكلم عن أبطال الكرة اللي حابين الشباب يطورون نفسهم عدل في لعبة الكرة في مجال الكرة، ويبيسوون تمارين ممكن تفيدهم حق اللعب وتفيدهم بالذات يسوونها قبل اللعب. هذه التمارين اللي بسويها اليوم أغلب لاعبين العالم يهيئونهم على الطريقة هذه. إذا بتكون لاعب ناجح لاعب قوي لازم تتعرف شلون تستخدم جسمك صح حق التمرين. فكل احتاج منكم باند سير، يعني أول تمرين راح نحتاج فيه هذا السير الكبير. أوكي، اللي راح يصير هذيك تنام على الأرض تحط أطراف ريلك تحاول تسحب تسحب ريولك كثر ما تقدر تخليها سيدة. أوكي، هذا اللي تحت هم تخليها سيدة، تيب ريلك فوق وتنزلها تحت، تسحبها فوق تردها تحت. تحط ريلك الثانية تحط ريلك فوق. إذا سويتها هذه ريل ثانية تصير أسهل، إذا خليتها سيدة يصير أصعب. إذا خليتها ريلك سيدة تالي تقدر تجيب باند. اوكي، تحطه بين عيونك كثر ما كان ضيق كثر ما كان اصعب. تخليه فوق ركبك، تبطري لك كثر ما تقدر لين يكون شاد. اوكي، نبيك تمشي يمين بعدين ترجع يسار عشان تشغل عضلاتنا من برا، بالذات احنا قاعدين نستعملهم وقت لعب الكرة وايد. في تمرين ثاني بعد تقدر تنزل الباند تحت عضلات البطات. اوكي، وتحاول تفتح ريلك يمين تردها، حتى لو ما فتحت وايد تحاول توصل حق شد عضلي حق المنطقة هذه. واحد،
صار بعد. في تمرين بعد هم ما راح يحتاج منك لا باند ولا شيء، اوكي؟ هذا وايد راح يزيد عندك في مرونه الحوض والظهر، وانت دائما تحتاج تستخدم شويه دوران حق جسمك اثناء لعبه الكره لما تلف يمين يسار جذعك، فتستحتاج دوران يكون معك. فاللي راح يصير نعم الأرض، أوكي، رجلك اليمين تجيبها كثر ما تقدر يسار، إذا قدرت تحوش الأرض ممتاز، والعكس رجلك اليسار تجيبها يمين، تشتغل بالطريقة. من الأشياء اللي محتاجها إنك تكون فيها قوي بلعبة الكرة إنك شلون تعرف تستخدم ريل واحدة في الجامب، في التبادل، في السرعات، تقدر تجيب حواجز تحط حزن، مو شرط يكونون بالارتفاع هذا، ممكن يكون ارتفاعهم أقل من كذي، فالمهم إنك تسوي الجامب على ريل واحدة راح تسوي التبادل. ترجع نفس الريل، حاول ترجع فيها وورا، انت كذي قاعد تطورها باكثر من اتجاه، قدام ورا قدام يسار ورا. جرب مره ثانيه طريقه. طبعا اصعبهم راح يكون لما تنط لورا، فإذا هذه الخطوة وايد صعبة عليك لا تسويها، خليك على اليمين قدام يمين يسار، يعني خليك على هذا المبدأ. ترجع مرة ثانية بالنص وورا، حاول تجيب رجلك الثنتين مع بعض، كذي ممكن يصير أسهل عليك، لأنه الجنب اللي ورا يحتاج عضلات قوية بالذات العضلات الخلفية. بعد مرة في أكثر طبعاً تمارين وايد المجال هذا، في تمارين بتفيدك اللي هي يكون فيها سرعات مختلفة، يعني مثلاً تنط وتركض وترجع مرة ثانية. في عالم الكرة بالذات اللاعبين في وايد أشياء ممكن تفيدهم، لا تركزون على أشياء معينة إنها ممكن ما تطور أجسامكم، يعني مثلاً بس تركز إنك تبي تفوز باللعب، فكر إنت شلون تكون لاعب قوي لقدام اللي صار عمرك بالعشرينات، فمن الحين هيئ نفسك على التمارين هذه علشان تكون بطل إن شاء الله في المستقبل. يعطيكم العافية ونشوفكم على خير.